طيب احنا هنروح لسكايب علشان معانا طيب معانا مين يا شباب؟ معلش تاني. طيب ماشي، معانا تليفون من او مع اللاعب يوسف الجبري، لاعب نادي الاسماعيلي السابق المحترف في الوقت الحالي في الدوري السويدي، القمار السويدي، ويمكن عنده مشكلة مع نادي الاسماعيلي في الفترة الأخيرة، حابب أسمعها منه هو يشرح لي ويقول لي، وبعد كده هنرجع علشان نعلق. فيوسف تحياتي ليك يا حبيبي، وأنا برحب بيك ومشرفني منورني. ميرسي جدا، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى كل الناس الموجودة في مصر حاليا. يعني يوسف قول لي كده مشكلتك سريعا، ايه اللي حصل مع نادي الاسماعيلي؟ يمكن انت دلوقتي لاعب محترف، ولكن قبل ما تحترف اعتقد ان كان في بعض الامور اللي انا عايزك توضحها او تقولها لي، ايه اللي حصل بالظبط مع نادي الاسماعيلي؟ طيب انت عندك مساحة من الوقت اللي انت تقدر تتيح لي بيها ان انا اوضح كل حاجة؟ طب ممكن تقول لي النقط المهمة عشان خاطر بس الناس بس تتابع معانا اول باول، يعني قول النقط المهمة. طيب اختصارا بالموضوع، انا كنت وقعت النادي الاسماعيلي في سنة 2018 في شهر 8، كنت جاي من ناشئين فنربتشة لان انا عندي جنسية تركية وجنسية مصرية، تمام؟ ووقعت النادي الاسماعيلي بناء ان يعني نادي الاسماعيلي، انت حضرتك عارف طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير، ونادي الزمالك ونادي الاهلي، وبناء على كده انا وقعت 3 سنين، وكان قبل التوقيع ان انا هوكل نادي الاسماعيلي، واي حاجه هتجيلي كاحتراف محدش هيقف في طريقي والكل هيكون سبورت ليا. تمام. اختصارا للكلام واختصارا للموضوع، ساعتها بعد ما وقعت بعديها على طول ما فيش شهر او حاجه، جالي ترايل في نادي في اسبانيا اسمه ليفانتي، تمام؟ فالمفروض ان النادي يتعاون معايا، وطبعا المفروض اني كنت التواصل بيني وكان مع مدير التعاقدات في النادي. في مشكلة لو قلت اسمه؟ لا قول اتفضل. كان بمحمد خلف الفريق الاول، وطلبت منه الفاكس والميل وكل حاجة خاصة بالنادي عشان ابعتها للناس في اسبانيا عشان الموضوع يبقى اوفيشال وليجال يعني. طبعا انا كل الكلام دوت كان بيني وبينه في كونفرسيشن على الواتساب، لان انا كنت المفروض اتحرك من تركيا على اسبانيا والتفاصيل ديت. طيب المفروض عدى يوم والتاني منتظر ان هو يبعت لي الميل او الفاكس الخاص بالنادي عشان في اسبانيا يتواصلوا مع النادي الاسماعيلي، لكن هو للاسف اللي كان فاضل ما فيش 10 ايام ولا حاجه على الترانسفير ويقفل وما انجزنيش، وده اول حاجه ان النادي ما يكونش سبورت ليا فيها بالنسبه لعرض ريفانتي، وكان ان انا المفروض اتحرك على اسبانيا. جت 2019، انا كل ده مش موجود في النادي، خلي بالك، يعني مش موجود في النادي ولا في السكند تيم ولا في الفيرست تيم، انا مش موجود في النادي اصلا بس على ذمتهم. فجيت بعد كده قلت لهم والله يا جماعه طالما الموضوع فيه كومبليكيتد قوي كده ممكن ان احنا يعني نفسخ وما نكملش يعني. وبعدين انا لما مضيت للنادي كان عندي 16 سنه، انا ماضي مش فيرست تيم، انا ماضي عقد ناشئين، تمام؟ فبعد ما وصلنا ل 2019 وانا لازلت على ذمه نادي الاسماعيلي، لكن انا مش في النادي اساسا. المهم في 2019 جالي ليفانتي تاني، تواصلت مع نفس الشخص تاني، حسيت ان الباشمهندس ابراهيم عثمان ما عندوش خلفيه عن اي حاجه. طيب يعني يوسف لو سالتك مين المتسبب سريعا كده في الازمه او في المشكله اللي حصلت لك دي؟ والله كل المسؤولين في النادي، عشان ابقى صريح، انا كلمت كل المسؤولين كلهم، ولو عايزني اقول لك اسمائهم هقول لك اسمائهم، ومعايا كونفرسيشن بيني وبينهم سواء على الواتساب او سواء معايا كل حاجه. اختصارا للكلام، الموضوع اتكرر في 2019 وانا عدى من عمري سنتين ما بتمرنش، وقاعد وبضيع في عمري، يا دوب بتمرن في الجيم لوحدي ما بعملش حاجه. وفي 2020 جالي نادي سويدي اللي انا المفروض وقعت فيه الحمد لله، والناس في مصر، جيت مصر في شهر 7 اللي فات عشان اطلع من خلال النادي الاسماعيلي ويبقى احتراما للناس، وقلت اللي فات مات، وجيت فعلا. والمفروض ان انا كنت، حضرتك عارف طبعا في حاجه اسمها ترانسفير ماركت، والترانسفير ماركت ده بيفرق مع اللعيب قوي في البرايس بتاعه. طب احنا كل لعيب معاه ترانسفير ماركت. طب احنا عندنا مشكله في الصوت يا جماعه، عندنا بس مشكله في الصوت يا جماعه، بس ولا لا عندنا مشكله في الصوت؟ لو بس نحاول نرجع نتكلم مره تانية احسن علشان خاطر ايه
الصوت بس يبقى كويس، معلش يعني نحاول نرجع ليوسف مره تانية، ولكن انا بس بعت لكم يا شباب صوره بس انا عايز اعرضها للناس على الشاشه علشان خاطر ايه، معلش يعني 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 خلينا بس اعرض الصوره. انا جبت لكم صوره للراجل من غير نظاره، رولاند رومير اللي كان معايا، انا جبتها من جوجل، كتبت رولاند رومير ده رئيس نادي سانتيتان. سيب كل اللي مكتوب في ويكيبيديا عشان بس الناس اللي راحت لويكيبيديا وراحت جابت اسم الرئيس التاني اللي انا بقول لحضراتكم عليه. زي ما انا بقول لكم في اتنين في نادي سانتيتيان، واحد ليه علاقه بكل، هم الموضوع مش زي عندنا مجلس اداره والكلام ده واعضاء ونادي اجتماعي والكلام ده كله، بس فانا بس حابب اعرض لحضراتكم الصوره دلوقتي حالا، انا جبتها من جوجل وعملتها كروب، سبت لحضراتكم الاسم والراجل موجود في الملعب حاطط السكارف بتاعت نادي سانتيتيان والراجل من غير نظاره، حتى الصوره اللي بدقنه عشان الناس بس ايه ما تكونش رابطه ان هو ايه، يعني انا في صور كتيره كانت من غير دقن بس انا حاولت اجيب اكتر صوره ليها علاقه بالدقن عشان انا مش مصدق، والله انا ما مصدق خالص ان ايه الناس راحت تقول ان مش ده رئيس نادي سانتيتيان، ده الراجل التاني اللي موجود على ويكيبيديا، والناس بتبعت لي تقول لي ابعت الصوره، حط الصوره بتاعت رئيس النادي علشان خاطر الناس بتقول ده. طيب قدام حضراتكم الراجل اللي كان معايا على الهواء من دقيقتين تمام او من خمس دقائق، الراجل من غير نظاره تحت غولان غومير، ده بالفرنسي، بالانجلش رولاند رومير تمام، ده رئيس نادي سانتيتيان الفرنسي. الراجل كان موجود معانا كان لابس نظاره بنفس هيئه الدقن دي، ولكن زي ما حضراتكم شايفين بس الناس اللي بتحاول تصطاد في المايه العكره، ادي الجمل وادي الجمال. وارجعوا لي ثانيه، ارجعوا لي مره ثانيه. طيب في الزوم جاهز معانا يا شباب؟ طيب يوسف انا معاك، كمل يا يوسف. بس فطبعا جيت في شهر 7 اللي فات مصر في عز كورونا، احتراما للنادي واحتراما لكل الناس الموجوده، فانا المفروض كان هيطلع لي ترانسفير ماركت، والمفروض انا كنت هشارك بشكل رسمي مع الفيرست تيم عشان بدل ما انا الترانسفير بتاعي هيجي مثلا ب 100,000 لا يبقى 150 لا يبقى 200. وجيت مصر فعلا وكالعاده وعود وخلاص، وضيعوا عليا بدل الفرصه فرصتين وثلاثه بالنسبه ان انا كان جاي لي، ولو عندك فريق الاعداد هو اوريدي عندهم تمام انا بس عايزك الحاجات اللي جات لي من بره تمام وما لقيتش فيه تعاون، وعدى من عمري سنتين وست شهور، ده ضيعوا عليا اكتر من فرصه. ولما جيت طلبت ان انا نفسخ العقد وكده قالوا لي ادفع الشرط الجزائي. طب ادفع الشرط الجزائي يعني ادفع الشرط الجزائي بتاع ايه يا جماعه؟ انا اصلا ما خدتش منكم حاجه، انتوا ما عملتوليش حاجه. انا حتى الانديه اللي جات لي من بره وانديه محترمه جدا زي ليفانتي في اسبانيا او حتى كالمار السويدي، هو بيلعب في دوري ممتاز تمام، ما كانش في تعاون من اي حد خالص، وده يبعتني لده وده يمطوحني لده وده يقول لي روح لده، وكل ده وانا جوه النادي، يعني كل ده انا كنت جوه النادي في المبيت المفروض بتاع السكند تيم في النادي، ومفيش تعاون خالص. واخر يعني ابوينتمنت قعدت مع حد في النادي كان كابتن اسمه طارق زين، ده المفروض اللي ماسك مدير القطاع في النادي. وقال لي انت هتتمرن بس اسبوع وهتبقى فوق مع الفيرست تيم وهنقف جنبك وهتسافر وهتلحق ترانسفير في السويد ومش هيحصل اللي حصل معاك قبل كده، وايه كلام كتير. فانا مش عايز ادخل معاك في يعني في تفاصيل كتير قوي، انا حبيت اختصر لك الكلام يعني. احنا هنحاول نتواصل مع مسؤولي نادي سنتين وست شهور ان شاء الله، هنحاول نتواصل مع نادي الاسماعيلي يوسف، وان شاء الله يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد ولا مجهود حد، وانا واثق في كده، ودي حاجه شخصيه انا مجربها. بشكرك يا يوسف، شكرا جزيلا على وجودك مع يوسف الجبري لاعب الاسماعيلي السابق. خليني كده يعني قبل ما اروح لكابتن علاء ابراهيم، في صوره انا بعتها لكم.